أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الحريف. النهاردة هنتكلم على الأسبوع الثاني من دوري الحريف ومنافسات دوري الحريف في كل الملاعب. معانا المدربين ومراقبين ومنظمين دوري الحريف، هنتكلم النهاردة بالتفاصيل عن الجولة الأولى والجولة الثانية. في الفقرة الأولى معانا النهاردة الكابتن أحمد العربي، نجم نادي طلائع الجيش السابق والمدير الفني لأكاديمية العربي، كابتن فيصل مسلم مدير قطاع البراعم بنادي بورتو ومشرف على بطولة البراعم لدوري الحريف. خلينا نرحب في البداية من على يميني بالكابتن أحمد العربي. أهلا بحضرتك كابتن، منورنا كابتن أحمد. منور كابتن. وكابتن فيصل مسلم، أخبارك يا كابتن فيصل؟ منورنا. ومن الناس اللي ليها فضل ومن أسباب وعوامل نجاح الحريف سواء في ختام النسخة الماضية أو في بداية النسخة الجديدة. طبعا خير كابتن محمود، أنا طبعا سعيد جدا أن أنا متواجد مع حضرتك النهاردة، وشرف لأي حد أنه ينضم لمنظمة الحريف، وبالأخص طبعا التعامل مع حضرتك. يعني شرف لينا كابتن أحمد. خلينا بقى نبدأ. كابتن أحمد العربي، يعني كان ليك مشوار طويل في الكورة، كان من أهم الأندية اللي لعبت فيها وانضميت ليها كان نادي اتحاد الشرطة. أنا بدأت باتحاد الشرطة في سن صغير ثم طلع الجيش. يعني عرفنا بداية مشوارك وليه بطلت بدري او اسباب انك يعني ما كملتش. هو طبعا انا بشكر حضرتك على الاستضافة الجميلة دي، وشرف لي ان اكون مع اعلامي كبير زي حضرتك. تشرفتنا. الله يكرمك يا كابتن. هي البداية كانت في اتحاد الشرطة طبعا، كان سن صغير، سن 7 سنين. كان يمكن بقدم شكر طبعا كان الراحل كابتن ابراهيم يوسف. طبعا كان رئيس القطاع عندنا، وكل المدربين طبعا كابتن خالد مصطفى وكابتن ايمن سالم. المجموعه الكبيره دي، انا بدات في اتحاد الشرطه، قعدت 10 سنين في النادي في قطاع الناشئين، كنت كابتن التيم بتاعي. مشيت من اتحاد الشرطه فتره كده قصيره، سنه في النادي الاهلي. قعدت فتره النادي الاهلي، ما حالفنيش الحظ في الوقت ده. كان مع مين بقى في النادي الاهلي؟ كان كابتن عادل عبد الرحمن، كان سنه 2006 2007 مواليد 91، جيل 91، كابتن ايمن اشرف طبعا وكابتن مانجا وحسين السيد. الجيل ده انا كنت بكتب عنه، يعني الجيل ده بتاع النادي الاهلي واحد، وانت قلت لي عادل عبد الرحمن. فانا طبعا كابتن بدر رجب، فكرت الجيل ده 91 ده كان فيه ايمن اشرف ومانجا وحماد فتاح تاحه، وكان في مجموعه كبيره جدا، عبد الله عبد العظيم غنيم وعبد الله عبد العظيم. بالظبط، فاكر الجيل ده كويس قوي لان انا كنت بكتب عن الجيل ده وقتها. وكان في النادي الاهلي كان في فرقه 87، كان بيمرن كابتن تقريبا فتحي مبروك تقريبا في الوقت بالزبط ده. بالزبط. وكان 89 بعدهم كان بيمرنوا من كابتن عظيمه العظيمه. بالظبط كده. و91 كان بيمرنوا عادل عبد الرحمن، و94 تقريبا كان بيمرنوا الكابتن محمد سعد. بالظبط كده كابتن. فانا فاكر السنه دي كويس قوي، لان السنه دي كنت انا مخصص او مكلف ان انا اغطي قطاع الناشئين في النادي الاهلي في الموسم ده، وفعلا كان موسم 2006 2007. بالظبط، هي دي كان يمكن النادي الاهلي الفتره دي كانت فتره صغيره، كانت سنه حصلت عمليه كبيره او اصابه، يمكن هي دي من اسباب برضو ان الواحد بطل بدري. الحمد لله بعدها رجعت نادي النصر، يمكن كابتن عبد الحميد راجل من الناس اللي وقفت جنبي بشكل كبير ان انا ارجع الملعب بعد عمليه كبيره زي اللي عملتها. قعدت فتره في نادي النصر 6 شهور، طلع الجيش جه خدني في يناير. كان في نص الموسم طبعا، اللي هو سميل هادي وكابتن مصطفى. كانت سنه كويسه مع طلائع الجيش. السنه الثانيه طلعت فريق اول، قعدت فتره مع الدرجه الاولى. مشيت بقى مشواري بقى الممتاز به كيما اسوان، ولفيت لفه كده لحد العمليه الثانيه والثالثه. فالحمد لله. يعني كام سنه بقى يا كابتن بطلت؟ كام سنه؟ انا بطلت 27 سنه. 27 سنه صغير قوي. بالظبط. كابتن فيصل، برضو يعني مشوار حضرتك لحد ما وصلت انك من سنتين تقريبا تبقى مدير قطاع البراعم في نادي بورتو. نادي بورتو من الانديه الكبيره ولله اسمها، بتلعب ممتاز بيه مجموعه السويس. وصلت ازاي من وقت برضو ما بطلت، او من وقت ما كنت بتلعب ثم اعتزلت ثم اتجهت للتدريب، المشوار كان ماشي ازاي؟ المشوار انا كنت في ناشئين النادي الاهلي، مدرسه الكوره مع كابتن بدر رجب وكابتن. حلو. ناشئين النادي الاهلي وانت زملكاوي. انا عشان اقول لك برضو موقف طريف بالنسبه دي. ماشي. كنت انا في نادي اسمه نادي البركه. بص عم عبد الكريم اهو الزملكاوي اللي كنا بنتكلم قبل الهوا كان بيلعب في الاهلي. انا بقول لك برضه الحته الطريفه يعني. قبل ما اروح الاهلي والنادي البركه ده كنت رحت فتره بركة الحاج ولا بركة الحاج؟ بركة الحاج ده القاهره. فرحت طبعا من خلال نادي البركه، رحت نادي الزمالك مع كابتن ورجيله، كنت بالظبط 10 لعيبه. فطبعا المستثمر ساعتها كان طلب مبلغ كبير قوي فمشينا. انا طبعا زملكاوي وليا الشرف ان انا اكون زملكاوي يعني. جالي عرضين، جالي عرضين الشمس والاهلي. عم الكريم بيقول لك ان الاهلي برضه انت زملكاوي بس الاهلي ليه فضل عليك يعني.
فانا بقول لحضرتك برضو الموقف ده بالذات يعني. انا جاي عرضين اهلي وشمس. كان عندي 12 سنه، كنت انا ومحمد نصف اللي هو باك ليفت اللي راح الزمالك. فطبعا انا ساعتها اخترت الشمس. مش عشان بقى النادي الاهلي، لا انا زملكاوي. حسيت بالراحه النفسيه في نادي الزمالك، ما حسيتش النادي الاهلي. طبعا اشتغلت مع لعبت في الزمالك، كنت موجود الاول يعني فتره الزمالك، قعدت 3 شهور، كنت انا و10 لعيبه موجودين. تمام. موري كان كابتن، موري 86 انا دوبك شيكابالا واحمد سامي فرج وعبد الله جلال ومجموعه يعني. فطبعا الفتره دي الراحه النفسيه اللي لقيتها في الزمالك ما لقيتهاش في الاهلي. فجال عرض الشمس، طبعا كان اي حد مكاني يقول لك الاهلي. فساعتها كان عند مدير الكوره كابتن حموده. قال لي طب محمد راح، محمد ناصف راح الاهلي، انت كان روح الاهلي. قلت له لا انا هروح الشمس. فطبعا دي كانت البدايه، ابتديت في الشمس مع كابتن خالد حسني، هو اللي اكتشفني في الشمس. مع كده كابتن عصام سيف طبعا. طلعت بطلت كل 20 سنه ظروف خاصه. دربت بعد كده في الشمس، مسكت كل المراحل السنيه 20 سنه و13 و14 يعني اكتر من 8 مراحل سنيه. رحت بعد كده اتلتيكو مدريد، اشتغلت موسم فرع مدينتي، اشتغلت في غزة السويس، اشتغلت في بورتو مدرب في الاول، مدير فني 2005، كان من 3 سنين. طبعا دي كانت البدايه اللي عرفتني بدوري حريف بورتو. بورتو السويس. هو كان تهيألي كان بورتو مشارك في دوري الحريف مع كابتن كرياكو تقريبا. تمام. 2018 2018 وبعدين كده السنه وانت كنت شغال معاهم، وبعد كده توليت انت المهمه في السنه اللي بعديها. السنه اللي فاتت كنت مدير فني قطاع الناشئين مع كابتن هشام فتحي رئيس القطاع. السنه دي برضو كابتن هشام رئيس القطاع عندنا في بورتو، ماسك مدير فني قطاع البراعم ومدير فني 2003. طبعا عندي الدوري الاسبوع الجاي خلاص يعني على ابواب يعني. طبعا مجموعه ناريه، مجموعه صعبه جدا جدا يعني. هخليك تكلمنا عن المجموعه. كابتن احمد اتجهت اعتزلت واتجهت للتدريب على طول، ولا قعدت فتره، ولا فكرت، ولا عملت ايه بعد ما اعتزلت؟ انا بعد ما بطلت على طول اتجهت للتدريب. طبعا ابتديت في اكاديميات كتير خاصه يعني، منها اكاديميه بنفيكا في مصر، وقررت ان انا اعمل اكاديميه للعربي او باسم العربي. بدانا اشتغلنا من 2017 2017 انشاء الاكاديميه، اشتغلنا 3 سنين، يمكن اول مشاركه السنه دي في بطوله الحفيف. خلال الثلاث سنين دي طبعا اشتغلنا مع مراحل سنيه مختلفه، يمكن اشتغلنا مع مراحل سنيه مختلفه، مرحله البراعم، مرحله الناشئين. فكانت اول مشاركه لينا السنه دي في بطوله الحفيف، بطوله محترمه جدا طبعا. يمكن احتكاك قوي للولاد، الشغل اللي بنشتغله مع الولاد، سواء شغل بدني، سواء شغل مهاري، شغل خططي، الشغل ده كله لازم بيتطبق في المباريات الرسميه او المباريات في بطوله زي بطوله الحفيف طبعا. بتنظيم كويس جدا اكثر من رائع يعني. موضوع بتلاقي تنظيم المباريات، الجداول بتاعت المباريات. لعبنا اول اسبوع؟ لعبنا اول اسبوع قدام. تاني اسبوع؟ اول اسبوع اللي كان يوم السبت. السبت يعني اول ماتش ليك كان الاسبوع ده ولا الاسبوع ده؟ لا كان الاسبوع ده، كان بدايه البطوله. لا البطوله انت المواليد اللي داخل بيها ايه؟ انا داخل مواليد 2001. 2001 اول اسبوع فعلا الاسبوع ده. طيب يعني هنروح نشوف ده الاسبوع الثاني بقى من انطلاق دوري الحريف. الاسبوع اللي فات بدانا بمراحل البراعم، الاسبوع ده اللي هو الجمعه والسبت اللي فاتوا استكملنا بقى براعم والناشئين. فهنروح نشوف ملاعب الساحل حصل فيها ايه يوم الجمعه، والمدربين قالوا ايه، واللعيبه قالوا ايه، ونرجع نستكمل فقرتنا. عندنا قوام فرقه محترم، وابتدينا بالتشكيل الاساسي. الشوط الاول خلص 3-0، ابتدينا نجرب بعض اللعيبه وغيرنا اللعيبه كلها الحمد لله. كابتن احمد طه، مدير اكاديميه ستارز اكاديمي. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. كلمني بقى النهارده عن اليوم بشكل عام. هو في البدايه انا برحب بالكابتن محمود وضيوفه، ان شاء الله تبقى موسم كويس زي كل موسم السنه الخامسه. بتمنى التوفيق لجميع الاكاديميات والناس المشاركه، مستوى اكتر من رائع. الاحتكاك اكتر من مره بنتكلم في موضوع الاحتكاك، كابتن محمود بيوفر لنا احتكاك 11 وملاعب وقانون
مستوى الفرق السنه دي اعلى بكتير ما شاء الله. بتمنى لهم التوفيق ودايما يا رب موفقين في كل المجالات باذن الله. كابتن احمد عربي مدير تعاقدات اكاديميه بروتشاج. اهلا بك يا كابتن. اهلا بك يا فندم. كلمني النهارده على اليوم بشكل عام. هو الحقيقه البطوله شكله مميز يعني السنه دي مختلفه شويه بالذات عشان كورونا وكده كوفيد 19 يعني البطوله ماشيه لغايه دلوقتي بشكل محترم الحمد لله. اول ماتش خسرناه الماتش ده قدرنا نعوض ونلم نفسنا ونلم اللعيبه وكسبنا 5-2. طبعا في لعيبه كتير مش عايز انسى اسمها يعني اذا كان محمد اسامه ولا زياد الجون ولا محمد شريف في كذا لعيب محترمين يعني قدرنا النهارده نلم نفسنا في الملعب وقفلنا مساحات كويس وعوضنا المباراه اللي فاتت والحمد لله قدرنا نطلع بمكسب 5-2. كابتن محمد سعيد اكاديميه مدير فني اكاديميه موهوبين شبرا. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. عملت ايه النهارده؟ اه الحمد لله كانت معانا التوفيق ربنا النهارده الحمد لله يعني على كل حال ويعتبر اول ماتش بيبقى لينا يعني في رهبه للاولاد ومفيش سجال فالحمد لله وبقيه البطوله ان شاء الله نقدر نعوض من خلال التمارين من خلال حضورهم ان شاء الله خير يعني باذن الله في الباقي ان شاء الله في اللي جاي. عايزين نعرف سبب الخساره كان ايه؟ والله سبب الخساره يعني رهبه الاولاد. ادائهم كان ايه طب في الملعب؟ هو في الشوط الثاني اعدادهم كان كويس من خلال ان هو خلاص يعني الرهبه اللي جواهم اتشالت في الشوط الاولاني فبالتالي دخلوا الشوط الثاني كانوا واقفين على رجلهم شويه بس كانت النتيجه فرق بقى شويه بس الحمد لله يعني. كابتن محمود علي مدير اكاديميه الجوكر لكره القدم. اهلا بك يا كابتن. مرحبا. كلمني النهارده عن الماتش عملت ايه النهارده؟ والله النهارده الماتش كان فرقه امل مصر فرقه محترمه. طبعا احنا محفزين الاولاد مركزهم في الملعب فالاولاد بصراحه ادوا ولعبوا وعملوا اللي عليهم بس طبعا الحظ ده طبعا بالتوفيق بتاع ربنا فالحمد لله يعني نقول برضو انا مبسوط من الاولاد برضو الاداء بتاعهم وبمراقبه المباراه والحكم وحتى الفرقه المنافسه اشادوا الفرقه بتاعتنا والتوفيق بتاع ربنا الحمد لله. كابتن سلامه القماش اكاديميه ايه؟ اكاديميه الجزيره بالمنيا والفيوم. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. عملت ايه النهارده في الماتش؟ 4-1 بس. 4-1 بس؟ اه. هتجيبه بعد كده قد ايه؟ الحمد لله رب العالمين هو المستوى يعني في ارتفاع. الماتش اللي فات اول ماتش كانت برضه رهبه الاولاد وقدرنا الحمد لله ان احنا نحقق مكسب 2-0. النهارده اولاد 2011 في منتهى الجمال اللي خدوه والله في التمرينه بالظبط جو طبقوه. تعرف بحضرتك؟ كابتن محمد السيد. اكاديميه ايه؟ مستقبل بنها. عملت ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله مفيش توفيق النهارده ان شاء الله التوفيق يجي من عند ربنا في الماتشات الجايه ان شاء الله. سبب الخساره كان ايه؟ والله اللعيبه ادت بشكل كويس بس كلها توفيق من عند ربنا الماتش الاولاني او الثاني يعني توفيق كله من عند ربنا بس اللعيبه بتادي بشكل ممتاز جدا وبتادي اللي بتاخده في التمرين في الاول وفي الاخر الكوره مكسب وخساره يعني الحمد لله. كان ايه في الملعب النهارده؟ لا كان فول كويس كمان كان كويسين قوي قوي وبيادوا اللي هم واخدينه في التمرين وبيشتغلوا بشكل منظم لعيبه محترمه ما بنخشش مش جايين ان احنا النهارده غير على المكسب بس هو توفيق يعني هو الحمد لله. عماد شوقي مدرب طلائع الجيش ومدير فني اكاديميه فريق سبورت. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله فرقه 2007 هي رجاله دايما واخدين بطوله الجزيره قبل كده واخدين بطوله الهدف وبطوله 3 دبليو وكانوا عاملين اداء مشرف بطوله الحريف مع كابتن محمود الشيخ وربنا كرمهم النهارده ب5-2. ما شاء الله 5 الحمد لله. سبب المكسب كان ايه؟ اللهم نازلين من بدري لان الترتيب بتاعهم في 3 فرق فازوا فهم ترتيبهم 3 فرق اهداف فانا مكلمهم ان هم يعني يجيبوا اكبر كميه اهداف اللي هم عايزين يخلوهم في الاول يعني من اول دقيقه كده يحاول يعني يحاول يجيبوا الجون يجيبوا الثاني يطمعوا في الثالث والرابع بحيث ان هم يبقى على قمه المجموعه من بدري. كابتن نزيه اكاديميه مستقبل شبرا. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله ربنا كرمنا ببونت كنا الاحسن والافضل لكن الحظ ما حالفناش الحمد لله نعوض في الماتشات اللي جايه معانا لعيبه كويسه واللي جاي افضل باذن الله ان شاء الله. سبب الخساره كان ايه؟ احنا تعادلنا ما خسرناش النهارده اللعيبه كانت احسن وافضل لكن الكوره كده ممكن تبقى الافضل لكن ما تكسبش. شكرا للنجمه بسمه رشوان تقرير مهم من ملاعب الساحل الاسبوع اللي فات. بنجدد الترحاب بكابتن احمد العربي والكابتن فيصل مسلم. كابتن فيصل السنه دي بورتو بتلعب دوري منطقه السويس دوري احيانا لان كان برضو في بعض الفرق اللي كنت متابعها في وقت من الاوقات احيانا بيبقى دوري قوي جدا واحيانا بيبقى دوري ضعيف جدا ومحدش بيشارك فيه. اسباب الظاهره دي ايه او اسباب الكلام ده ايه والمجموعه بتاعتك السنه دي في الفرق اللي انت مشارك بيها ايه؟ هي مشكله بس في دوري السويس ان عدد الفرق اللي بتشارك في الدوري بتبقى قليله جدا. يعني مثلا عندك في الموسم اللي فات
مسابقه 2003 بتلاقي ان المجموعه 6 فرق بس. فبالتالي بتلاقي عدد الماتشات دورين 10 ماتشات. تمام. بتلاقي بتوجيت ما بتخشش، منتخب السويس ما بيخشش، بتلاقي مراكز الشباب موجوده هناك. انما السنه دي الوضع مختلف. انا السنه دي معايا في المجموعه بتوجيت، يعني عندي اول ماتش شباب التوفيقيه، عندي تاني ماتش جاسكو، ثالث بتروجيت، رابع منتخب السويس، خامس غزل السويس. قوي جدا. ده مواليد كام؟ ده 2003. قوي جدا طبعا. ان شاء الله هنبدا يوم الثلاثاء الجاي اول ماتش على ملعبنا في السويس ان شاء الله. البطوله طبعا احنا نتمنى ان احنا ناخد البطوله السنه ان شاء الله، يعني باذن الله. والفايده طبعا من الدوري مش البطوله بس، لا هو احنا ان شاء الله بنحاول بقدر الامكان نطلع 4-5 لعيبه الفريق الاول ونسوق اللعيبه بشكل محترم للانديه الثانيه ان شاء الله، يعني باذن الله. كابتن احمد، فكرت تابع الاكاديميه العربي وبدات اكاديميه العربي، حضرتك قلت لي من سنه كام؟ من 2017 بالظبط. المكان فين والفكره جات لك ازاي واشتغلته على ايه اول ما اشتغلته؟ البدايه كانت بترتيب طبعا مع المدير الاكاديميه سعيد العربي اخويا الكبير، يمكن هو كان لاعب نادي الزمالك ولاعب نادي الجونه. اشتغلنا بشكل كويس على بلان للفكره نفسها، ان انت تشتغل بشكل صح مع باسلوب علمي. اخذت الدوره الاساسيه للمدربين عشان اقدر اشتغل مع الاولاد بشكل علمي، لان حضرتك عارف ان قصه ان انت تبقى لعيب كوره وتيجي تخش في مجال التدريب، الموضوع مش انت مارست بس الكوره فتشتغل بشكل صح، لازم تشتغل بشكل علمي. فبدانا الحمد لله بشكل كويس، اشتغلنا معانا ستاف محترم جدا، معانا مدرب كابتن محمد وائل لاعب نادي اسوان ومراجع، هو حكم في الممتاز بيه دلوقتي، ومعايا كابتن اسماء هي مدربه الاحمال معانا، اشتغلت في النادي الاهلي فتره طويله واشتغلت في نادي وادي دجله. معايا برده كابتن خالد، راجل من مدربين محترمين جدا معانا في الاكاديميه، ومعايا ستاف كويس وشغالين في مركز شباب الحلميه. تمام. وفرع تاني في التجمع. ده بالنسبه للفروع الاكاديميه الحمد لله شغالين بشكل علمي. حضرتك بتحط ثوابت واساسيات، اولها طبعا الشغل المهاري، الشغل الخطر، الشغل البدني، والاهم ده كله الاخلاقيات بالنسبه لنا في الاكاديميه، لان الاخلاقيات اهم حاجه. يمكن كابتن محمد صلاح النهارده بنتكلم في مثال محترم جدا. يمكن في لعيبه كتير قوي عندها الموهبه وعندها القدره ان هي تلعب في الدوريات الاوروبيه بشكل كويس، لكن حته الاخلاقيات والالتزام والسلوك بره الملعب ده بيعود عليك جوه الملعب. ده دي الفكره اللي احنا بنحاول نوصخها للعيب عندنا في الاكاديميه بشكل صح، ان هو يشتغل بره الملعب كسلوك، ده هيأثر عليه كتير جوه الملعب. زي كابتن محمد صلاح راح للحته دي، وعندنا لعيبه كتير تقدر تروح لده، لكن السلوكيات هي اللي بتختلف. خلي بالك احنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، ان لعيبه كتير جدا موهوبه وامكانيات عاليه جدا ولكن ما كانتش بتكمل في الكوره بسبب سلوكها وسبب يعني العقليه بتاعتها وبسبب خارج الملعب. يعني خارج الملعب ده مهم جدا بجانب اللاعب جوه الملعب، امكانياته ايه ومهاراته ايه، لكن الالتزام والعقليه والسلوك خارج الملعب عليه دور مهم جدا. بيفرق كتير يا كابتن طبعا. انت النهارده بتتكلم ان في لعيب كويس قوي عنده مهاريا كويس قوي، ما بيقدرش يطبق ده لانه بيسهر، ما بيلتزمش في التمرين بتاعه، ما بيلتزمش بالتغذيه السليمه بتاعته. احنا في اكاديميه العربي يمكن بنين الفكره دي، ان احنا نوصل الاولاد ان هو المينتاليتي نفسها والشخصيه نفسها تبقى عندها القدره ان هو يعرف امتى يشتغل بشكل كويس في التمرين، بشكل كويس في التغذيه بتاعته، يشتغل بشكل كويس سلوكيا بره الملعب، طبعا بتنسيق مع اولياء الامور اللي بحب اشكرهم ان هم بيتواصلوا معانا بشكل دائم. يعني تمام. خلينا نشوف تقرير تاني من دوري الحريف. كان عندنا تقرير كتيرة جدا الأسبوع ده من ملاعب عين الصيرة وملاعب الساحل وملاعب المدفعية، فهنشوف تقرير تاني من دوري الحريف ونرجع نستكمل حلقتنا. اتعرف بك يا كابتن؟ كابتن عبد الفتاح محروس، اكاديميه ابن سينا. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. كلمنا النهارده على اليوم بشكل عام. والله احنا كان عندنا مباراتين النهارده، الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا في 2009 وكسبنا 2-0، وفي 2007 تعادلنا 0-0. تمام. عايزين نعرف بقى سبب التعادل كان ايه؟ والله احنا ادينا اداء مشرف والولاد عملوا اللي عليهم، بس هو النصيب. يعني احنا هددنا المرمى باكتر من هدف بس ما كانش في توفيق النهارده، والحمد لله رب العالمين. يعني الاجابه كاول ماتش اليوم 0-0، ماتش كويس، عملوا ماتش كويس، والنتيجه دي بتاعت ربنا الحمد لله. كابتن احمد سعيد، اكاديميه الاتحاد الرياضي، جايين من الزقازيق الشرقيه. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا فندم. اول سيزون في دوري الحريف؟ ان شاء الله، وان شاء الله مش هيكون اول مره، ان شاء الله نكون متواجدين على طول بامر الله يعني. ان شاء الله. كلمنا النهارده بقى على اليوم بشكل عام. لا طبعا يوم جميل، والناس كلها يعني كان معانا فرقتين النهارده في 2009 و2007، جميع اللعيبه يعني مبسوطين وحاجه كويسه ليهم. يعني الدوري ده يعتبر احتكاك ليهم كويس لقدام، احنا يعني اول يعتبر بقى لنا تجمع بقى لنا 4 شهور،
وعندي 2009 فيها لعيبه كويسه ان شاء الله. يعني الفتره اللي جايه دي هنبقى يعني هنظهر طبعا بمستوى كويس ان شاء الله. و2007 طبعا بسم الله ما شاء الله يعني فرقه يعني محترمه جدا. و كابتن مدحت السيد مدير اكاديميه المستقبل ببنها، اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. كلمنا النهارده على اليوم بشكل عام. والله احنا بدانا اليوم من 8:30 كنا هنا، لعبنا ب 2011 والحظ ما كانش معانا، و2009 كسبنا 3-0 و2007 كسبنا 3-1 الحمد لله. كابتن محمد سعيد مدرب عام فريق المستقبل 2005. اهلا بيك يا كابتن. مليون مبروك الفوز. الله يخليك ربنا. طبعا ابن خالتك بقى وكده القرابه والواسطه. معلش هو اللي جايبه. اتكلمني بقى النهارده عن الماتش. النهارده الماتش كان الفرقه ديت لعبنا الفرق بتاع الاسبوع اللي فات، برده الحمد لله كسبنا 2-0، وعبد الله برده حط جون عمل اسيست، وممدوح عمل اسيست الماتش اللي فات، والحمد لله النهارده ممدوح عمل اسيستات وعبد الله بيسجل. عبد الله حط 3 جوان الشوط الثاني والشوط الاولاني جون، منهم جون فاول الشوط الثاني. الحمد لله بفضل الله يعني ماشيين بخطوات كويسه، والفرقه كلها رجاله، والجهاز الفني كله ما شاء الله ما بيبخلش باي حاجه، كلهم رجال. يوسف محمد اكاديميه ايه بروتشاجا. عملت ايه النهارده؟ الحمد لله كسبنا 2-0. متوقع الفوز؟ الحمد لله مدربين زي دي كويسين، اكيد متوقع الفوز. كابتن محمد فتحي اكاديميه تشيلسي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. عملت ايه النهارده في اليوم؟ والله الحمد لله على كل حال، وخسرنا 2-0 بس ان شاء الله اللي جاي افضل يعني. ان شاء الله تتعود. سبب الخساره كان ايه؟ يعني في ثغرات كده برضو لازم هنعالجها ان شاء الله، يعني في نص الملعب في الدفاع كده يعني. شايف اداء اللعيبه ايه النهارده في الماتش؟ والله ممتاز الحمد لله. يعني ادوا النهارده اداء كويس بس الحظ. الحمد لله. كابتن عزت حسن مدير اكاديميه شباب العرب. اهلا بيك يا كابتن. الله يخليك يا استاذ باسم. كلمنا النهارده عن اليوم بشكل عام. والله الحمد لله هو اليوم جميل الحمد لله، واللعيبه بسم الله ما شاء الله عملت اللي عليها، ودايما رجاله زي ما اتكلمت وهقعد اتكلم على طول، لعيبه رجاله في اي مكان بيسدوا. الحمد لله النهارده التعادل النهارده 0-0 كان تعادل سلبي، بس الحمد لله قصاد الجزيره فرقه كبيره، فرقه محترمه، وكاد الكابتن سلامه عملوا ماتش محترم الحمد لله، يعني اشكر ربنا عليه. كابتن نصر الشرقاوي اكاديميه كابتن الشرقاوي. كابتن مبروك النهارده الفوز. الله يبارك فيك. جبت كام بقى؟ 5-1. 5-1 75 العدد. 75 العدد. سبب الفوز كان ايه؟ التعاون من الفرق كلها، من اول خط الظهر نص الملعب كلهم متعاونين. رغم ان احنا اول مره نشارك على ملعب كبير بس الحمد لله يعني. اكاديميه فيرست سبورت. عملت ايه النهارده في الملعب؟ الحمد لله ربنا وفقنا واللعيبه ربنا كرمها الحمد لله، وكانوا مركزين النهارده والحمد لله فوزنا. فزتوا كام كده؟ الحمد لله كسبنا 6. 6-0. 6-0. الحمد لله. الفرقه اللي كانت قدامكم كانت بتلعب ولا ايه؟ لا كانت بتلعب والله، وفرقه محترمه جدا ومدرب محترم ولاعيبه محترمه، واللعيبه لعبت يعني على يعني على قد ما قدروا يلعبوا لعبوا الحمد لله. يعني اداء الفريقين كانوا كويسين. كويس الحمد لله تمام. اداء الفرقه بتاعتك بقى كانت عامله ازاي النهارده؟ الحمد لله والله اللعيبه مشت على تعليمات كابتن عماد المدير الفني طبعا، وتعليمات الدكتوره شيرين الاداريه النشطه، وتعليماتي انا برده، واتكلمنا معاهم قبل الماتش، والحمد لله اللعيبه نزلت نفذت ده في الملعب. كانوا رجاله وهو اللي عملوا اللي طلبه اللي احنا طلبناه يعني، والحمد لله ان هم نفذوا يعني طلباتنا بس تمام. كابتن احمد حمدي اكاديميه اف سبورت. اهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا. عملتوا ايه النهارده في الماتش؟ الحمد لله اتغلبنا، بس العيال اولادنا ادوا اداء كويس ومشرف بصغر سنهم، هم بيلعبوا 2009 والحمد لله نص الفرقه عندنا 2011 و2010، فالحمد لله يعني على قد ما نقدر ان احنا قدرنا نقاوم مع الفرقه 2009، وبنعاون الاولاد على الاجواء دي، وهم كانوا برده نازلين خايفين من الاجواء واول مره يلعبوا في اجواء زي دي. بتعرف بحضرتك؟ كابتن ايمن نجيب. اكاديميه ايه؟ اكاديميه ايمن نجيب. عملت ايه النهارده في الماتش؟ والله احنا الحمد لله يعني اول ماتش 2011 خسرنا 3-1، كنا كويسين بس ما كانش في توفيق يعني. تاني ماتش؟ تاني ماتش تعادلنا مع نجوم صيام، كان ماتش قوي والعيال عملوا عليهم بصراحه، والحمد لله على النتيجه يعني، بس ان شاء الله نعوض في الفتره اللي جايه، والماتشات كتير لسه، وان شاء الله هنبقى في الصداره تاني ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم من جديد. ده كان تقرير تاني من ماتشات يوم الجمعه اللي فاتت على ملعب الساحل، كان بسمه رشوان وشمس وعمر. كابتن فيصل كنا بنتكلم عن بورتو وعن مجموعه بورتو في السويس، شايف اللعيبه اللي عندك ان هم بيتمرنوا هنا في القاهره وبعدين بيروحوا يلعبوا في السويس، ده بتبقى موضوع صعب ولا ده بيديك ميزه وايجابيات اكتر؟ بالعكس، هو اول حاجه بس الفرقه عندها السنه دي لسه مجهزينها من شهرين. لسه مجمعينها من شهرين، انا لسه ماسك الفرقه دي بقالي بالظبط اسبوعين. تمام. لسه بتعرف على اللعيبه طبعا، الوقت ضيق جدا،
انا عندي ماتش بعد انت الأسبوع. مدير قطاع البراعم والمدير الفني ل 2003 تمام. فطبعا المشكله ان انا بستلم الفرق متاخر لسه ما اتعرضتش على اللعيبه، بضطر اعمل ماتشات كتير قوي. يعني بكره عامل ماتش مع النصر في ملعب الساحل الساعه 1 الظهر، بعد كده عندي ماتش يوم الخميس في العبور برضو مع 2004 تمام. عندي تمرين السبت، وبعد كده ابدا عندي ماتش اول ماتش في الدوري ان شاء الله يوم الثلاثاء. بالتوفيق ان شاء الله. كابتن احمد العربي، اهدافكم ايه الفتره الجايه في الاكاديميه؟ عايزين تعملوا ايه؟ بتخططوا لايه؟ هي الفكره الاساسيه طبعا والاهداف او اهم الاهداف الاكاديميه هي التسويق طبعا الانديه بشكل يكون شكله قوي. طبعا اكاديميه بطوله الحريف خدمتنا بشكل كبير جدا في وجود انديه زي الاسماعيلي والانتاج الحربي والترسانه والساحل، انديه محترمه واحتكاك قوي في البطوله بقامات طبعا زي كابتن ماهر همام وكابتن اليماني، قامات زي دي موجوده في البطوله. ده بيساعدنا ان احنا نطلع لعيبه للانديه دي بشكل كويس. يمكن عاملين كمان بعيدا كمان عن البطوله ماتشات تسويقيه بشكل محترم. يمكن بشكر طبعا كابتن مصطفى الدولي مدرب نادي وادي دجله 2005 مدرب الحراس على استضافته لينا ومباريات كتيره مع نادي وادي دجله. كابتن مصطفى ديدا بيراميدز برده اشتغلنا معاه بشكل كويس. هو ده هدف الاكاديميه في الاساس، ان انت بتشتغل مع الولد شغل صح وبتطلعهم لانديه كويسه وبتفرغ الانديه كويسه. ان في يمكن في المنطقه اللي احنا فيها لعيبه كتير قوي او لعيبه من مناطق كتير فيها كثافه سكانيه عاليه ما بتقدرش توصل للانديه دي بشكل سهل. اكيد. فهي هدف الاكاديميه ان احنا نوصل اللعيبه دي بشكل كويس. طبعا اللعيب المميز، اللعيب اللي عنده كوره، اللعيب اللي عنده نواقص بنحاول على قد ما نقدر نكملها له مهاريه او خططيه. فبنحاول نوصل اللعيب ان هو يبقى في نادي كويس ان شاء الله، وده هدف الاكاديميه الرئيسي. يعني عندكم مين ممكن يطلع الانديه الفتره الجايه؟ انا عندي لعيب كويس جدا فريق 2007 محمود، وعندي مانجا لعيب كويس جدا برده كان هيبقى في فتره مواليد 2007 وعندي مانجا 2006 ان شاء الله. الفتره اللي جايه هيبقى في فتره معايشه في نادي كويس، يعني ان شاء الله مع لقاء تاني مع حضرتك هيبقى في نسمع ان اللعيبه دي بقت اوريدي في انديه كويسه. عندي فرقه ال 2001 اللي مشترك فيها بطوله الحفيف معايا لعيبه كويسه جدا. يمكن قوام الفريق الاساسي 7 8 لاعبين هم من مواليد 2004 وشاركوا لعيبه لعبت دوري القاهره قبل كده مع النصر، وفي لعيبه لعبت معايا في الانتاج الحربي. ده قوام الفريق عندي. معايا لعيبه كويسه طبعا في فريق 2001، معايا كابتن ابراهيم هاني ده كابتن وقائد الفريق، يعني معايا يحيى جمال برضه مدافع من المدافعين اللي هنسمع عنهم في الكره المصريه ان شاء الله عن قريب، يعني لعيب مواليد 2003 لعيب قوي مواصفات كده مش عايز ابالغ في الكلام، مواصفات فان دايك ان شاء الله يمكن هنشاهده في كذا تقرير. لعيب 2003 لعب في انديه كتير في الدوري المصري يعني. وعندي برضه لعيب سعودي معايا لعيب مميز جدا، يمكن الاشقاء السعوديين بقى ومشاركتهم معانا في بطوله الحفيف كابتن فيصل من اللعيبه الكويسه جدا مدافع قوي برضه معانا في الفريق 2001 ومعايا برضه المهاجم بتاعي شادي كابتن شادي بقى، بس هو الماتش اللي فات كده ضيع جونين. الماتش اللي جاي ان شاء الله يعوض بامر الله. احنا اول مباراه تعادلنا كده وان شاء الله الفتره اللي جايه بامر الله نتفرج على فريق محترم ان شاء الله. طالما انت اتكلمت على اللعيبه المميزه اللي عندك، طبعا انا بفكر حضراتكم احنا عاملين منتخب الحريف، بدانا نختار اللعيبه المميزه كل اسبوع. كل اسبوع في لجنه فنيه موجوده، ممكن حضرتك ما تكونش شايفها لكن في لجنه فنيه موجوده في كل الماتشات بتختار اللعيبه المميزه. اللعيبه دي هنعمل معاها ايه؟ زي ما قلنا الاسبوع اللي فات اللعيبه دي هيتعمل منها منتخب الحريف، هيكون ليها تجمعات اسبوعيه على ملعب الساحل او على ملعب نادي الماظه. من خلال التجمعات ديت هيكون في مدربين على اعلى مستوى هتشتغل مع هؤلاء اللعيبه مره واحده كل اسبوع، وبعد كده هيتم تسويقهم لانديه الدوري الممتاز من خلال الحريف. طبعا هيكون ليهم رعايه كامله من ملابس ومن اشراف فني ومن ملاعب، كل ده بدون اي مقابل، ولكن ده خدمه من دوري الحريف. كابتن احمد كان بيقول على اللعيبه المميزه، واحنا هنقول الاسبوع اللي فات قلنا مين اللي اخترناه في منتخب الحريف، والاسبوع ده اللعيبه اللي احنا اخترناها في منتخب الحريف: الجزيره 2011 محمود وائل غزاوي، امل مصر 2009 ادهم عمرو محمد، الجزيره 2009 حاتم روبي، مواهب السيتي 2009 عمرو الوكيل وانور محمد ومحمد جابر، محمد اشرف 2011 الجوكر، عمر محمد يونس 2011 داد فيندر اكاديميه امل مصر، و 2010 سيف محمد ومحمد عادل وكمال احمد 2009 وعمرو مصطفى 2009 ومحمد مصطفى 2009. طبعا كل اللعيبه اللي قلنا اسمائها الاسبوع ده والاسبوع اللي فات والاسبوع اللي جاي
هنتواصل معهم، إن معنا أرقام تليفوناتهم وأرقام تليفونات المديرين الفنيين ليهم، يعني كل أكاديمية إحنا اللي طبعا هنتواصل مع المدير الفني الأكاديمية، هيكون من خلاله التواصل وهنقول له يبعت لنا اللعيبة يوم إيه ووقت إيه، وهنخصص لهم تمرينة واحدة في الأسبوع، وهنبدأ نصفي اللعيبة دي لحد ما نستقر على القوام النهائي اللي ممكن من خلاله يمكن تسويقه. كابتن أحمد العربي، كلمة أخيرة حابب تقول إيه؟ بشكر طبعا إدارة الحبيب، بشكر حضرتك بشكل شخصي، وبشكر كابتن سعيد المصري، قدم لنا بطولة كويسة جدا، وكل القائمين على البطولة طبعا. بشكر كابتن فيصل من الناس اللي بتقدم مجهود كبير في البطولة، وبشكر طبعا كل المنظمين البطولة والناس اللي تعبت عشان البطولة تطلع بالشكل المحترم ده. تنورتنا كابتن أحمد، كابتن أحمد العربي نورتنا وشرفتنا. كابتن فيصل مستمر معنا، هنشوف تقرير من ملعب المدفعية والمباريات اللي أقيمت في ملعب المدفعية، وبعد التقرير هنستقبل كابتن محمود زهران المدير الفني لأكاديمية مستقبل زهران. معانا كابتن احمد سعيد لاعب الزمالك السابق ومدير فني اكاديميه فيوتشر، مبروك الفوز النهارده. الله يبارك فيك. الحمد لله، بنشكر ربنا على الولاد، عملوا ماتش كويس، تاني ماتش على التوالي. الماتش فات كسبنا 11 والنهارده كسبنا 3، ببارك لهم وبارك لاولياء الامور. اللعيبه رجاله بتسمع الكلام، بتنفذ كل اللي احنا بنقوله، ويا رب ان شاء الله احنا السنه فاتت خدنا تاني دوري، السنه دي احنا بنسعى ان احنا ناخد اول ان شاء الله. بطوله الحريف بقى بطوله كويسه متشافه، ليها صدى بره كويس، فان شاء الله نعمل نتائج كويسه في كل الاعمار وربنا يكرم ان شاء الله. كابتن خالد الزمر مدير الفني مناره الفاروق، مواليد 2012، مناره الفاروق ايه مناره الفاروق بيه. النهارده التعادل مرضي لحضرتك؟ قبل التعادل بس، قبل ما نتكلم عن اي فنيات في الماتشات، بس حابب اشكر منظومه الحريف كلها، الحقيقه عاملين تنظيم اكتر من رائع، باذلين مجهود كبير جدا، وان شاء الله باذن الله اضافه كبيره لكره القدم في مصر. نيجي للماتش، التعادل اكيد اكيد التعادل بتاع مقصود، الحمد لله كنا ماسكين الماتش كله وضغطين الفرقه الثانيه، وفرقه محترمه اكيد طبعا، ومعهم مدير فني محترم. رحنا وضيعنا، الحمد لله على كل شيء، وجات لهم كره في اخر الماتش تعادلوا بيها، الحمد لله على كل شيء اكيد يعني. كابتن صفت مصطفى مدير فني فريق المستقبل، قولي لنا هارد لك النهارده. الحمد لله والله ما الولاد زي الفل، بس طبعا هم اجسامهم قليله لكن هم مواهب، اتغلبوا النهارده فدي مش مشكله، هم اهم حاجه بيلعبوا وعندهم الامكانيات انهم يبقوا فرقه كويسه. ايان مصطفى تلعب فين؟ ستار سبورت. عبد الرحمن طارق تلعب فين؟ رسام سبورت. هارد لك النهارده. عادي يعني، ممكن خسرنا الماتش ده بس ان شاء الله نكسب الماتش اللي جاي. النهارده المدرب كان بيطلب منك ايه في الملعب؟ ان انا ما امسك الكوره وما اخافش والعبها لاي حد يكون فاضي. كابتن عصام شربيني المدير الفني لجمعيه اتلتيكو مصر. هارد لك النهارده. لا والله احنا الفرقه الحمد لله فرقه مميزه، اعمارهم 2013 2014، بيلعبوا مع العمر 2012، يعني بيلعبوا مع عمر اكبر منهم، فاحنا بنحضرهم يعني، احنا هدفنا ان هي ننظم المستقبليه، بنحضرهم للشغل يعني السنه الجايه بعد تحضير. والنهارده مضيعين ضربه جزاء ومضيعين اجوان، ما شاء الله انا معايا فرقه يعني اتلتيكو مصر، اتمنى بس يعني تابعوها اعلاميا، فرقه جامده قوي الحمد لله. كابتن كامل عبد الله مدرب نادي الفروسيه اكاديميه الكابتن جمال عبد الحميد. كلمني عن المباراه النهارده والفوز. الحمد لله والله، دي ربنا كرمنا النهارده ان ليه اول مباراه مع الولاد، فرقه ال 2012 و 2013، انا عامل دمج في الفرقتين. الحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا ان احنا نطلع باول مباراه، بتبقى صعبه جدا على اي لعيب كوره سواء صغير او كبير عامه يعني. الحمد لله ان ربنا كرمنا بالنهارده المباراه، كسبنا 2-1، دي بدايه حلوه ان شاء الله بامر الله للاولاد، والسن ده محتاج الدعم الكافي، وزي ما قلت لحضرتك اول ماتش لازم بيعديني حاجات كتيره قوي. سيف تلعب فين؟ في اكاديميه جمال عبد الحميد. وانت اسمك ايه؟ ياسين اشرف. تلعب فين؟ في اكاديميه الكابتن. النهارده مبروك الفوز. الحمد لله. النهارده الكابتن كان بيطلب منك ايه خلال المباراه؟ بروح على الجون واشوط في زاويه. ده النهارده جبت جون؟ الحمد لله. تعرف بحضرتك؟ كابتن احمد حلمي مدرب اكاديميه هير. النهارده مبروك الفوز. الله يبارك فيك. قولي النهارده الولاد عملوا المطلوب منهم؟
هم الحمد لله الاولاد نفذوا اللي انا طلبته، كانوا خسرنا 1-0 والحمد لله قدرنا نرجع بالنتيجه وكسبنا 3-2. الحمد لله كان في روح بين الاولاد ان هم روح واحده والبره زي اللي جوه، والحمد لله على المكسب الحمد لله. مع حضرتك كابتن اشرف اكاديميه انترناشونال، هارد لك النهارده. الحمد لله النتيجه كويسه، واحنا اول مشاركه لينا في الدوري الحريف النسخه الخامسه. احنا هدفنا بس الاحتكاك وفك الرهبه من عند اللعيبه بتاعتنا وناخد خبره كويسه، ومش مهم عندنا النتيجه خالص، اهم حاجه نطلع بس باداء كويس ولعيبه كويسه معانا. بس ايه السلبيات النهارده اللي واجهت الفريق؟ الخوف، هو اول مره بقى يشوفوا حكم والملعب، والخوف بتاعنا والاحتكاك وقله الماتشات بتاعتنا هي طلعتنا بشكل مش كويس لحد ما، بس احنا هنحاول نعالج الفتره الجايه ان شاء الله، ومع زياده الاستمراريه في الماتشات والخبره وهيكتسبوا خبره معانا ان شاء الله. شكرا لأمان إمام ومحمد مجدي ومحمد جمال من ملعب المدفعية يوم الجمعة اللي فاتت. كابتن محمود زهران المدير الفني لأكاديمية مستقبل زهران، منورنا كابتن محمود. أهلا وسهلا عليك، أخبارك إيه وأخبار أكاديميات الأليوبية؟ تمام الحمد لله بخير، ماشي الحال. طبعا كابتن فيصل منورنا طبعا من الفقرة الأولى ومستمر معنا في الفقرة الثانية. نتكلم بقى عن قطاع بورتو بشكل عام، السنة دي يعني ما كانش فيه بورتو وبعدين رجعتوا في بورتو، كان ايه اللي حصل؟ هو الفكره بس ان احنا بورتو كنا شغالين السنتين اللي فاتوا دول. طبعا اي مكان بيبتدي جديد اكيد فيه مشاكل. طبعا السنه دي الحمد لله ابتدينا بسيستم محترم، حطوا كابتن هشام فتحي رئيس القطاع، ومعانا الحاج محمود المنشاوي. عملنا فرق بكل مراحل السنيه سواء في السويس او القاهره. داخلين دوري السويس 2006 2005 2004 2003 99. وطبعا احنا هدفنا في الاول في الاخر زي ما قلت لحضرتك برضو، هدفنا ان احنا نطلع 4-5 لعيبه للفريق الاول، نغذي الفريق الاول، تمام، زائد ان احنا نسوق اللعيبه بشكل محترم. طبعا حته النادي بورتو ممتاز بيه دي مدينا دفعه قويه جدا، بتخلي الحافز عند اللعيبه اكتر. ان شاء الله طبعا السنه دي يكون في اكتر من لعيب يروح انديه محترمه. وطبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها طبعا كان في عندي فرقه 2002، نسيت اقول لحضرتك برضو 2002 واخدين بطوله الدوري في السويس، 2001 واخدين مركز ثاني في بطوله السويس برضو. الحمد لله صعدنا خلال الموسمين اللي فاتوا دول، صعدنا اكتر من 8 لعيبه الفريق الاول. مشي من عندنا الموسمين اللي فاتوا برضو اكتر من 18 لعيب راحوا انديه مختلفه. فان شاء الله السنه دي بنحاول بقدر الامكان ان احنا نسوق اللعيبه بشكل اكبر ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا احنا معانا تقارير كتير جدا النهارده، ولكن حلقه سريعه زي ما حضراتكم شايفينها مش هنقدر نعرض كل التقارير، يمكن هيكون معانا تقرير اخير من ملعب المدفعيه، ولكن ده هناخده ان شاء الله واحنا بنختم في نهايه الحلقه مع التقرير. كابتن محمود زهران، اكاديميه مستقبل زهران بدات امتى؟ وفكرتوا فيها ازاي؟ واكاديميات الاليوبيه ما شاء الله يعني كل اسبوع تقريبا معايا ضيف، كان الاسبوع اللي فات كان معانا ابن سينا. اكاديميات الاليوبيه من الاكاديميات القويه جدا على مستوى الجمهوريه. اكيد طبعا يا كابتن، هي الحمد لله يعني اكاديميه المستقبل بدأناها من فتره كبيره من 3 سنين الحمد لله، بدايه من 2017. والله كل العاملين في الاكاديميه او المؤسسين الاكاديميه كلهم تربيه رياضيه، يعني متخصصين في مجال تدريب بجانب انهم لعبوا كره قدم، يعني مارسوا اللعبه. فيعني هي بالنسبه للاليوبيه لا، هي كثره الاكاديميات ادت فرصه برضو للاولاد واولياء الامور ان هم يكتشفوا. شغالين فين؟ في بنها ولا في شبرا ولا فين؟ احنا عندنا كذا فرع. ثلاث فروع عندنا. الفرع الاول في مركز شباب سنجون، الفرع الثاني في مركز شباب الاشيش، والفرع الثالث في ملعب خاص في شبرا خيمة. تمام. وصلتوا فين لحد دلوقتي في الاكاديميه؟ يعني بقالكم كذا سنه، شايف النهارده انتوا وصلتوا حققتوا قد ايه من اهدافكم من طموحكم، وعايزين برضو تحققوا ايه الفتره الجايه؟ والله احنا حققنا كتير الحمد لله، يعني ماشيين بخطى ثابته يعني الحمد لله، ما فيش اي عوائق. بطوله الحريف بتساعدنا بشكل كبير جدا 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 في تسويق للاكاديميه، وحتى برضو تسويق اللاعبين. فيعني ماشيين بخطى ثابته الحمد لله، وان شاء الله ناويين الفرع الرابع ان شاء الله. كابتن فيصل بقى نروح لبطوله الحريف. يعني السنين اللي فاتت كنت موجود معانا كمدرب، السنه دي موجود معانا كمنظم او كاداري او كمشرف على مباريات الحريف.
ايه اللي اختلف؟ لا هو اختلف كتير جدا طبعا. بدايه بس انا قبل ما اخش دوري حريف انا سمعت عن دوري حريف الاول. دخلنا موسم 2018 مع حضراتكم بفريق بورتو 2005 كنا في ملعب الوفاء والامل. تمام. البطوله كانت برضو اي بطوله في الدنيا فيها سلبيات وايجابيات اكيد طبعا طبعا. انما اللي اختلف بقى لما اشتغلت في منظومه الحريف كمراقب حسيت فعلا بمدى المعاناه اللي الناس فعلا شغالين بيها. يعني عندك مثلا المراقبين الحكام بيبذلوا مجهود صعب جدا 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 فوق ما تتخيل. انا حسيته اكتر لما اشتغلت في منظومه الحريف. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه عدد الفرق الموجوده السنه اللي فاتت والسنه دي في دوري الحريف عاليه جدا الحمد لله. تنظيم من حكام ومراقبين ومن حضرتك طبعا على اعلى مستوى. بنحاول بقدر الامكان اي مشكله نتلاشاها. ملاعب متوفره بشكل محترم. المراسلين مصورين طبعا. بحب اشكر حضرتك طبعا في الاول وفي الاخر ان حضرتك اتحت لي ان انا اكون موجود في منظومه الحريف. لا هو التقرير الاخير نجهزه في التتر. التقرير الاخير في ملعب المدفعيه احنا هناخده ونجهزه مع في التتر. مش محتاج اشاور يعني مفيش اي مشكله. طبعا انا يعني بشكر حضرتك جدا ان انت اتحت لي ان انا اكون موجود في منظومه الحريف. احب اشكر كل الناس اللي موجوده. كابتن سعيد المصري طبعا، كابتن ميمي، كابتن علي حسين، كابتن حسام، كابتن سلامه، كابتن ايمن، مش هننسى حد، كابتن طبعا المصورين محمد جمال وسيد لا مجهود مجهود فعلا مجهود بسمه واستاذ اماني بسمه واماني كل الناس اللي لا مجهود صعب جدا فعلا. كريم ومحدش هيتخيل فعلا محدش هيتخيل فعلا مدى الصعوبه في العمل في المراقبين بصراحه. فالحمد لله ماشيين بشكل محترم من اول اسبوعين. تمام. الحاجه المهمه قوي اللي انا عايز اعرفها للناس، طبعا دوري حريف كان الموسمين اللي فاتوا دول كنا احنا بنقول عليه رقم 2 بعد اتحاد الكوره. لا هو السنه دي والموسم اللي فات هو رقم 1 الحمد لله. فالحمد لله يعني طبعا بشكرك على المجهود الكبير وعلى فكره الحريف طبعا اللي حضرتك عاملها. انا بشكرك وبشكر كل فريق العمل بصراحه. يعني حوالي 25 فرد او اكتر في الدوري بس 25 ايه؟ احنا الحكام بالمنظمين بالمراقبين بالمصورين بنخش في حوالي حاجه و50 فرد وبيشتغلوا تحت ضغط رهيب كل اسبوع. كابتن محمود انت ده طبعا بنتكلم قبل في الفاصل بتقول لي ان في انت معانا من 3 سنين بتقول لي في تطور ملحوظ وتطور رهيب السنه دي عن السنين اللي فاتت او السنتين دولت عن السنه اللي قبليها. شايف ايه اللي اختلف في دوري الحريف؟ هو اختلف ناحيه التنظيم رقم واحد. ناحيه التنظيم اختلف عندنا برضو الملاعب. بقى في ملاعب كتيره، بقى في ملاعب حديثه كمان يعني مش الملاعب اللي هي كتيره لا هي ملاعب جودتها جميله جدا. تمام. احنا بنلعب مثلا كنا السنه اللي قبل فاتت اشتركت في اتحاد. تمام. لا كانت يعني التنظيم افضل. تمام. التنظيم افضل والملاعب احسن والحكام يعني كنا السنه اللي فاتت او اللي قبل اللي فاتت كنا بنلاقي مثلا في الحكام في 2 أو 3 لان الثلاثه جم. لا حاليا بنلاقي 3 وفي مراقب وفي حكم رابع. فلا صح. في تنظيم وفي حاجه احسن وان شاء الله زي ما الكابتن قال. لا دوري حريف السنه دي يعني يعادل دوري اتحاد الكره ويمكن افضل كمان. تمام. انت ايه اللي يعني اللي انت بتسعى انك تعمله السنه دي في دوري الحريف او هدفك ايه في دوري الحريف؟ انت طبعا ده الموسم الثالث فاكيد كل سنه برضو ليك هدف. السنه دي هل انت بتدخل دوري الحريف هدفك احتكاك، هدفك انك بتنافس على البطوله، عايز تعمل ايه؟ انت مشارك السنه دي ب 2005 مواليد 2005 طبعا. عايز تعمل ايه السنه دي؟ احنا والله داخلين السنه دي عنا على البطوله زي كل سنه. احنا بندخل لينا هدف من اول موسم دخلناه وخدنا البطوله بمواليد 2001. احنا داخلين برضو الموسم ده عندنا في بلان حاطينها، خريطه كويسه حاطينها ان احنا داخلين على البطوله. حتى لعبنا اول ماتشين الحمد لله 6 نقط خدناهم. فان شاء الله دي بتكون بدايه خير يعني ان شاء الله للبطوله الثانيه والمشاركه الثالثه ان شاء الله. ان شاء الله. قول لنا اسماء اللعيبه الكويسه اللي عندك في الفريق اللي ممكن نتلاقيهم في منتخب الحريف الاسابيع الجايه. عندنا محمد ممدوح اللي حضرتك قلت عليه الحلقه اللي فاتت، وعندنا عبد الله طارق، عندنا حارس مرمى كويس جدا ناجي، عندنا هاف ليفت، عندنا مينا، عندنا باك رايت، عندنا حمد، وفي اكتر من لاعبين متميزين بصراحه. الفرقه جميله كلها عشان بس ما انساش حد. توفيق ليهم كلهم. كلمه اخيره كابتن محمود. انا حابب اشكرك جدا وحابب اشكر بجد الفرقه اللي كلهم في ظهري وكل المدربين اللي في ظهري. كابتن احمد حسن، كابتن محمد سعيد، كابتن احمد ابراهيم، كابتن شريف، دكتور حازم،
بشكر برضو اهلي والدي ووالدتي اللي تعبوا ورايا جدا جدا جدا، يعني مش عارف اشكر فضلهم ايه. احنا اللي بنشكر حضرتك. كابتن فيصل كلمه اخيره. طبعا انا بشكر حضرتك جدا على الاستضافه الجميله دي، وبشكرك طبعا على برضو عاده تاني حضرتك اتاحت لي الفرصه برضو ان انا اكون متواجد في منظومه الحريف. احب اشكر كل القائمين على دور الحريف، مراقبين وحكام ومصورين ومعدين. طبعا يعني حاجه تشرف اي حد ان هو يكون موجود في منظومه الحريف. تشرفتنا يا كابتن فيصل سواء في منظومه الحريف، وشرفتنا النهارده في البرنامج انت والكابتن محمود زهران وقبليكم الكابتن احمد العربي. دي كانت حلقتنا النهارده وتغطيه شامله للاسبوع الثاني من دوري الحريف. هسيبكم مع تقرير اخير هتشوفوه في ملعب المدفعيه واللقاءات اللي اتعملت في ملعب المدفعيه، ونلتقي ان شاء الله على خير الاسبوع المقبل في نفس الميعاد الساعه 11 مساء. كابتن محمود متولي مدرب اكاديميه بيروتشاجا. اهلا بحضرتك يا كابتن، عرفت بنفسك. محمد عربي لاعب في نادي بيروتشاجا. اهلا بحضرتك، عرفت بنفسك. محسن مجدي لاعب في اكاديميه بيروتشاجا. مبروك الفوز النهارده يا كابتن، تحب تقول ايه للاعيبه بتاعتك؟ الحمد لله، الاول بشكر ربنا على الفوز، وبشكر لعيبتي اللي ادت على اعلى مستوى، نفذت كل المطلوب منها، مفيش حد قصر النهارده، فالحمد لله يعني لعيب على قد المستوى. نفذت اللي الكابتن طلبه منك النهارده؟ الحمد لله نفذته، وكانت لعيبه رجاله كلنا رجاله، وبعد الفوز لكابتن زارمان اللي هو لعيب كويس وكده. كابتن سامح المصري مدير فني فرقه 2005 ناشئين مصر، اكاديميه ناشئين مصر. ايه اللي حصل في المباراه النهارده يا كابتن؟ طبيعي، مباراه في بطوله رائعه، وانا مبسوط جدا ان انا متواجد فيها. مهنيا في الشغل بتاعنا بشتغل في الدوري السعودي، وعارف ان الموهوبين كلهم في مصر، حتى انا بقول الكلام ده بره في كذا لقاء في السعوديه الرياضيه، ان المواهب في مصر لكن الامكانيات بره في الخليج. لو المواهب دي، لو الامكانيات دي تتوفر لمصر، ان هو هتلاقي لعيبه كتير. يمكن انا مبسوط من البطوله بتاعت الحريف دي، هتفرز لعيبه كتيره للانديه وللمنتخبات، بس ان شاء الله يعني نشوف منهم اولاد كتيره في المنتخبات في المراحل اللي جايه، تبقى حاجه كويسه. يوسف حسام، اكاديميه ايه؟ جبال مصر. ايه اللي حصل النهارده في المباراه؟ واحنا تعادلنا، بس كان عملنا مجهود كبير والحمد لله، يعني تعادلنا بس بعد اداء قوي، عملنا اداء قوي وكان عندنا حبه سلبيات صغيره، بس ان شاء الله تتعدل. وناس كانت غيابات لعبت في غير مركزها، ناس تانية لعبت في غير مركزها، فباذن الله تبقى هتتعدل يعني مع الوقت، وان شاء الله الماتش الجاي نبقى اقوى ونحقق الفوز. كابتن ايمن نجيب. اكاديميه ايه؟ اكاديميه ايمن نجيب. وصف لي كده شعورك في المباراه النهارده وايه اللي حصل في المباراه. والله هي كانت مباراه قويه، وكانت مباراه عصيبه في الاولها، وكان الولاد دي كنا اول ماتش لينا في 2005، وكان ماتش كان مشدود جدا، وفرق ما شاء الله فرقه قويه جدا، يعني كلها بنلعب النهارده 2 ام، فرقه كويسه جدا. كنا خسرانين الشوط الاولاني 1-0، والحمد لله قدرنا نرجع الشوط الثاني، عمل الولاد الرهبه راحت من عندهم ورجعوا للماتش ثاني. مهاب شهاب، اكاديميه ايه؟ كابتن ايمن نجيب. هل التعادل النهارده في صالحكم؟ لا والله، الولاد بس مشكلتنا ان احنا جينا متاخر شويه المواصلات، احنا من المنوفيه، الولاد اول شوط نازلين، اول مشاركه لنا هنا في الدوري، نازلين طبعا عندهم رهبه شويه اول شوط. الحمد لله قدرنا الشوط الثاني ان احنا نتعادل، الولاد رجاله الحمد لله، ونشكر كابتن محمود الشيخ ان هو وقف جنبنا ودخلنا من المنوفيه، ويا ريت بقى يظبطوا لنا المواعيد شويه. طارق الشيخ، اشبال مصر. اكاديميه اشبال مصر. اشبال مصر. تمام، بتحب تقول للعيبه النهارده؟ والله الحمد لله اللعيبه كلها رجاله، الحمد لله الدل عليهم. كان عندي النهارده اول ماتش 2004، الناس اول ماتش رسمي ليهم من الفرقه دي، لسه مجمعه من شهر ونص، فانا مبسوط منهم جدا جدا، مع ان هم النهارده تعادلوا 1-1، بس ما فيش مشكله خالص، عادي يعني، النتيجه كويسه بالنسبه لاول ماتش. الحمد لله ربنا وفقنا في الماتش الثاني بتاع الاسماعيلي، اسماعيلي الساحل، فرقه 2003 كسبنا 4-0. الماتش الاخير اللي هو لعبناه من شويه بتاع ناشئين اسكندريه، ناشئين مصر اسكندريه،
فرقه 2005. الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا 5-0. اللعيبه كلها رجاله، الناس كلها بتادي كويس، اللي بره زي اللي جوه. يعني فرقه 2005 انا عملت 6 تغييرات او 7 اللي هو المسموح بيه يعني. اللي نزل من بره نزل جاب جوان ولعب واشتغل، فالحمد لله انا مبسوط جدا من الناس اللي معايا. مش عايز اذكر اسامي حد، الفرقه كلها محترمه جدا، الناس كلها بيادوا على مستوى، ناويين على بطوله ان شاء الله ربنا يكرمهم في الاخر ويفرحوا زي ما فرحنا السنه اللي فاتت باذن الله. محمد ناصر رضوان. عبد الرحمن خالد صبر. اكاديميه ايه؟ توام. توام ايه؟ عملتوا النهارده في الماتش؟ الحمد لله احنا تعادلنا، والتعادل بالنسبه لنا خساره، ما فيش حاجه اسمها تعادل عندنا، احنا عندنا لا مكسب لا خساره. التعادل والخساره هما الاثنين في اتجاه واحد هو الخساره، وطبعا على طول الخساره ما بتبقاش في صالحنا. والحمد لله احنا خذلنا الكباتن، فالحمد لله المره الجايه هنقدم احسن ما عندنا وهنكسب ان شاء الله. عملت النهارده في الماتش؟ الحمد لله جبت جون وتعادلنا وضيعنا كتير النهارده، وانا احنا بنتاسف للكباتن على التعادل النهارده. محمد العيدي، اكاديميه توام يونايتد. قول لي النهارده ايه اللي حصل في الماتش؟ والله انا راكب ماتش طول الشوطين، كنت متقدم 1-0، ربنا ما قررش دخل فيها جون اخر ماتش تقريبا. بالنسبه لي طبعا التعادل ده خساره يعني. نجيب ايمن البطوله. تعرف يا كابتن؟ محمد شريف سام. اكاديميه ايه؟ ايمن نجيب. اكاديميه ايه؟ ايمن نجيب. وصف لي شعورك النهارده في الملعب مع التعادل. اول حاجه بشكر الكابتن ايمن لدور علينا قوي، وكنا رجاله في الملعب بفضل زمايلي برده كانوا واقفين على حيلهم، وكنا نستحق الفوز وان شاء الله هنعوض تاني. دي لسه دوري، لسه ماتشات ياما، وان شاء الله يعني هنعوض مع زمايلنا. والكابتن ايمن كان له دور علينا جامد قوي. ايه سبب التعادل النهارده؟ فريتي كانت رجاله وكان فيه روح رياضيه يعني وكده، وفريت كنا نستحق الفوز والله، بس ربنا ما رب ما شاء فعل وتعادلنا في الاخر.